مشاهدينا، وفي موضوعنا دائما نحن نفخر ونعتز بأبناء وطننا الغالي ونحتفي بإنجازاتهم اللي تعكس حب ووفاء الإماراتي لوطنه، وفي مناسبات عديدة تتخللها تتويجات عن مبادرات وابتكارات ملهمة لأبناء دولتنا، حيث فاز المواطن سعود محمد الدرمكي بجائزة أفضل محتوى سياحي عربي على منصة اليوتيوب، وذلك بعد أن اختير ضمن قائمة المرشحين لنيل جوائز الإعلام السياحي العربي للمركز العربي للإعلام السياحي، وهذا شيء أتى تكريما عن عمله اللي قدمه من خلال ابتكاره أسلوب جديد ومتطور للمساهمة في نشر سياحة الإمارات عالميا، وذلك عن طريق المشاركة بفيديو في اليوتيوب. معانا إذن اليوم الإماراتي سعود محمد الدرمكي، وبيخبرنا أكثر عن تفاصيل هذا الإنجاز والتتويج. صباح الخير وبارك لك بداية سعود. الله يسلمك. صباح النور ومشكورين على الاستضافة. الفكرة الرئيسية من هذا مثل ما تفضلتي نشر ثقافة السياح في دولة الإمارات، وأيضا عدة رسائل منها نشر مفهوم التسامح. حقيقة المصادفة الغريبة أن قبل 3 سنوات أنا اشتغلت على هالفيديو، فحبيت أني أشارك في المنافسة هذه، والمنافسة هاي تتضمن عدة رواد مختصين في القطاع السياحي. نعم. طبعا من حكم خبرة وإدراك في مجال القطاع السياحي والترويج، حبيت أني أبتكر مفهوم جديد يعني في اليوتيوب ونشره عالميا. على شو اعتمدت في يعني خلنا نقول تضمين المواد الموجودة في هذا الفيديو سعود؟ والله عدة مواقع سياحية، الثقافة، سياحة، التراث، كلها تتضمن في هذا الفيديو. اخترت الأماكن الرئيسية السياحية عندنا؟ نعم، الأماكن السياحية أبرزها كان تركيزي مش بس على المعالم والأبراج وغيره، أيضا يعني نحاول نوصل صورة التراث والهوية الإماراتية يعني بصورة حديثة ومطورة شوي بأسلوب مبتكر. فكان هذا الفكرة الرئيسية. يعني مرة ثانية أقدر أقول يعني نشر مفهوم سياحة. التسامح والسياحة بالطريقة الأمن والأمان في دولة الإمارات، وأن المواطن الإماراتي يعني له دور في هذه المجالات. حلو، جميل جدا. طبعا اللي بيدخل هذا المجال لازم تكون عنده دراسة وخبرة في القطاع السياحي سعود، وأنت ما شاء الله دخلت بقوة في هذا أو هذه الجائزة اللي يجتمع فيها رواد اللي يشتغلون في القطاع السياحي. هل لك في هذا المجال، تعمل في هذا المجال أيضا؟ هل نتج عن هذا الفيديو نتيجة خبرة ودراسة؟ والله نعم، مثل ما ذكرت أنا أعمل في القطاع السياحي الخاص من لي سنوات، ومن خلال مشاركاتي في المعارض والمؤتمرات المختصة بالقطاع السياحي ما شاء الله فازدادت الخبرة. فأنا حبيت أن يعني أبتكر أسلوب جديد شوي ومتطور بأن أسوي محتوى سياحي فيديو وأنشره في اليوتيوب، ويكون هذا يعني هذه ثقافة السياحة في دولة الإمارات. طبعا الجائزة فيها عدة فئات، أحد هذه الفئات اللي أنت شاركت فيها وتم يعني تكريمك من خلال فئة الفيديوهات اللي عن طريق اليوتيوب، في أيضا عن طريق السوشيال ميديا وسائل أخرى في السوشيال ميديا. صحيح، في بعض الفئات هم ابتكروها ب يعني جديدة خلينا نقول، مثل أفضل محتوى سياحي على اليوتيوب، افضل محتوى سياحي على سناب شات وانستغرام وغيره. هني دور السوشيال ميديا، كيف الواحد يقدر يسخر السوشيال ميديا لصالحه. صحيح، هي الفكره الرئيسيه هذه مثل ما انا فكرت فيها، كيف مثل ما تفضلتي كيف نستخدم السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه. نعم. وفي المجال اللي انا اعمل فيه في المجال السياحي. نعم. ويخدم القطاع السياحي. نعم. ويدعمه في دولة الإمارات بشكل أكثر وأفضل. كم كانت مدة الفيديو اللي فاز عنه؟ 5 دقائق. 5 دقائق هو الوقت المتعارف عليه. وطبعا أنا بس قبل ما أنسى أريد أذكر عن المركز الإعلامي السياحي العربي، هي تابعة لجامعة الدول العربية، وصار لها تقريبا أعتقد 11 سنة المنافسة هاي، وتكون فرصة يعني ودافع أن كل حد يمثل بلده
ويساهم بحاجة. أنا كلمتك يعني أمس وإحنا ندردش في الموضوع سعود، قلت لك شو الرسالة اللي حاب أنك أنت توصلها؟ قلت لي أنا عندي عدة رسائل، عدة مضامين حاب أوصلها من خلال هذا العمل. صحيح. حدثنا عن هذه الرسائل. والله مثل ما أنا ذكرت، الرسالة الأولى رسالة الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. بالاهتمام بالتراث، بالاهتمام بالثقافة والسياحة. مهما تطورنا وتطورت بلدنا، فأن ما ننسى يعني الأساسيات اللي هي تخدم القطاع السياحي في دولة الإمارات. بالفعل. فأنا من ارتئيت من هذا الجانب بأني أساهم بحاجة لدولتي الإمارات يعني، وأقدم وركز مش بس على يعني إمارة أبوظبي ومدينة العين، الإمارات ككل بشكل عام يعني، وأفضل المواقع السياحية. الرسائل هي رسالة التسامح، رسالة الأمن والأمان في دولة الإمارات، فهذه يعني أهم الرسائل اللي أنا مركز عليها بصراحة. من ثمن المقرر إن شاء الله الحفل أنه يعني يكون، أنا سمعت أنه بيكون بعد في شهر 4. نعم بيكون إن شاء الله تقرر يعقدونه 17 أبريل. بتكون متواجد ولا؟ لكن للأسف لا، أنا بكون مسافر في عندي جامعة. بتكون عندك تحضر لرسالة الدكتوراه. صحيح. أيضا هذا يؤدي إلى هذا السؤال أيضا. صحيح. في عندك المناقشة رسالة الدكتوراه عن أيضا تنمية السياحة المستدامة. نعم. بتكون طبعا في بريطانيا. صحيح. أيضا اخترت التخصص هذا أو هذه رسالة اللي تتمحور في هذا القطاع السياحي سعود. والله أنا أريد أركز على جانب التخصص والخبرة. فأنا لما دخلت في مجال الدكتوراه والدراسة هي أساسا خبرة سنوات فحطيتها في البحث ونتطور ودائما يعني الخبرة تزيد في هالمجال. في النهاية أخدم بلدنا الإمارات يعني. أنا بسألك يعني كونك الحين ما شاء الله عندك يعني خبرة في المجال السياحي وعندك اطلاع ودراسات أيضا في هذا الموضوع، ورسالتك اللي بتناقشها الحين تتمحور حول يعني السياحة المستدامة، وين تنصحنا نسير اليوم؟ والله نحن الحمد لله اليوم الجو يعني حلو بعد ها؟ هي نعم والله نحن محظوظين في دولة الإمارات، عندنا يعني مواقع سياحية يعني مثل مدينة العين. الله. فيها بعض الأماكن، إمارة أبوظبي بعد فيها جزيرة صير بنياس ومنطقة جزيرة ياس. فصار عندنا مواقع بعد ياس ووتر وورد وورنر براذرز. فنحن أصلا يعني في دولة الإمارات غنيين بمصادر سياحية مهمة بصراحة، كثيرة وغنية، مقاصدنا السياحية كثيرة. صحيح. سعود. صحيح. حتى الواحد يحتار ما يعرف وين يسير. صحيح. أنا عشان شي سألتك ما شاء الله يعني حتى في دبي ما شاء الله المواقع يعني الكثيرة من المراكز. نعم. التسوق والأماكن. نعم. وحتى المدن الأخرى مثل مدينة العين والإمارات الشمالية. نعم. في ننصح يعني في العين في أكبر سفاري هذه صارت اللي فيها مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء. صدق أنا من العين ما أدري بهذا المشروع. ضروري ضروري تزورونا. وين في أي منطقة هذا في العين؟ اللي هو حديقة الحيوان. صب حديقة الحيوان. نعم. حتى ما شاء الله حديقة الحيوان عندنا الحين بدأت يعني لو شوفها يعني بالشكل الجديد والحديث، الكثير من الرواد اللي يعني الزوار وأطفال المدارس اللي يزورون. صح. الحديقة. وحتى الأسعار يعني الأسعار مناسبة. رمزية. رمزية. جدا رمزية كاد لا تذكر يعني. صحيح. طيب سعود وين طموحك إن شاء الله الآتي؟ حين أنت ساير بعد يومين أو يمكن باكر بتسافر حق. نعم. تحضير رسالة الدكتوراه، شو طموحك؟ والله طموح يعني أوصل للمراحل الريادية للقطاع السياحي، وأحاول أني أخلق أفكار جديدة تدعم القطاع السياحي وساهم بحاجات لدولة الإمارات يعني بشكل عام إن شاء الله للأفضل. إن شاء الله نأمل ذلك، وأنت يعني قمت بدورك، ونحن مهما قدمنا لدولتنا نحس أن نحن مقصرين، ونحس أن هذه نقطة في بحر. صح. لأن فعلا نحن ننعم بخير وأمن وسلام في ظل قيادتنا الرشيدة والحكيمة. شكرا لك سعود محمد الدرمكي على وجودك اليوم معنا، وتشريف لنا أيضا وجودك، وبارك لك للمرة الثانية. الله يسلم. بارك فيكم على الجائزة. وشكرا لكم أنتم على الاستضافة. شكرا لك. شكرا. الله يسلم. شكرا.